علاقة عادية، هو السيد رئيس الجمهورية، معناها كنا نتقابلوا معناها في بعض الأشياء. حاليا احنا خدينا موقف خروج من مسار اتفاق كرتاج، وهذا طبعا مخالف للتوجهات نتاع الرئيس البيجي قايد السبسي. نعم تغشش عليك ما عادش يكلمك. قال لك نسأل انا، نسأل مش نعرفش انا. احنا علاقاتنا علاقة السيد رئيس التو رئيس الجمهورية بالنسبة لي مؤسسة مش شخص. وانا نتعامل معهم كمؤسسة، والسيد رئيس الحكومة مؤسسة، والوزراء مؤسسات. نتعامل معهم الكل كمؤسسات، ما نتعاملش معهم انا كش اسمه كأشخاص. Radio Mega.